دكتور حاتم. أيوة كريمة، أنا جنبك هنا. أنا فين؟ أنت عندي في المركز يا كريمة. الحمد لله عملتي العملية وقمتي بألف سلامة. أنا ولدت؟ أيوة ولدت يا كريمة، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. طب آه طب ولدي فين؟ بص لبعض كده ليه؟ ولدي فين يا دكتور؟ هو كويس يا كريم الحمد لله، هروح اجيبه لك. الحمد لله. شفت الواد يا دكتور؟ شفته. حلو. مش باين له شكل دلوقتي. ربنا ي مش قادر تقول ربنا يخليهولي، عشان عارف انه مش هيفضل معاي بعد كل التعب اللي تعبته فيه، هياخدوه مني. هي مش مدام هالة وعدتك انك انت هتفضلي معاه؟ يا ترى هتنفذ وعدها ولا خلاص؟ بعد ما جبته لها ما عادتش محتاجاني، وحتى لو خافت ربنا ونفذت وعدها صح، ترى هتسيبه معايا لحد ميت. كريمة. جابر. ألف سلامة عليك يا ست الكل، ألف سلامة عليكي. والله العظيم أنا هنا من امبارح، بس ما رضيتش أروح لما أطمن عليكي، يعني قلت أروح أكل لقمة كده في السريع وأجي طوالي. يا الخير يا جابر. انت كويس يا بت؟ احسن منك.